اهلا وسهلا قناه سامرة الفضائيه، برنامج استراحه الظهيره. راح تسالوني كابتن شنو هذا التمرين؟ راح اقول لكم شنو هذا التمرين. هوايه ناس تعاني من الارجل، اللي بيدوالي واللي يرجع عمليات الجراحيه. راح نختصره بتمرين شلون اقدر اقضي على الدوالي. الدوالي هو شنو؟ شريان يصير بيه دم، انسداد، تروح مره ثانيه للدكتور، قبل بوجهك عمليه يا اخي، بس روح عالجه، فهمه، قول روح اتمرن، روح سوي، مو شرط الا بالقاعه يا اخي، اتمرن بالبيت. هذا التمرين اول شيء يضخ دم كلش قوي من القلب. شلون؟ الرجل اكثر تستوستيرون موجود بالجسم هو وين؟ بالرجل. شلون راح نقويه؟ شلون راح نقوي القلب؟ شلون راح نقوي الارجل؟ شلون راح نزيد التستوستيرون اللي بالجسم الطبيعي؟ هذا التمرين خطوات، ماكو واحد ما يقدر ياخذه، سواء بالبيت اذا بشقه، بغرفه، ببيت، بقاعه، بكل مكان. هذا التمرين ما بي عدات. شلون راح تقولي ما بي عدات؟ العدات شلون راح تكون؟ ايش قد ما تريد تاخذ اخذ، ايش قد ما تريد تروح ترجع اخذ. ما بي اي شيء، بالعكس الزياده مالته بيها فائده، بس ما ناخذها يوميه، ناخذها بين يوم ويوم. يوم نخليه راحه، يوم نخليه تمرين. بالمناسبه هذا التمرين تاخذه طبيعي، قلنا هيك، مو شرط الا ادق رجلي بالقاع، اخليه طبيعي هيك وما انحني ظهري هيك. شنو هذا؟ ما نريد نسوي هيك شيء، احنا نريد نشغل جسمنا ونخلي جسم طبيعي 100% بدون اي عمليات جراحه وبدون اي عمليات تجميل وهالشيء هذا، لا بالعكس نتمرن نخلي حياتنا طبيعيه. بالمناسبه هذا مو بس للولد، الولد والبنات، احنا نشوف هسه حاليا حسب الاكل الناس اللي تاكله. الدهون اللي عندنا ما شاء الله، المحلات والاعلانات اللي تصير للدهون كلش قويه، على ما نريد نذكر اسماء يعني. بالنسبه للدهن هذا غلط 100%، زين انا شلون اقضي على هذا الشيء؟ لازم اتمرن، لازم اسوي حميه، لازم اكون حياتي فريش اكثر. هذا التمرين يفيد الكل، التمرين يقضي على الدوالي. تابعونا هاي الحلقه، هاي حلقه تكسر. نرجع عليه مره ثانيه، هواي ناس يقول كابتن راح اخذ دمبلصات. صح؟ اخذ دمبلصات. ما عندي اشكال، بس الدمبلصات منو ياخذها؟ ياخذها اللي عنده سباقات، اللي عنده بطولات. تحياتي لكم، كان وياكم البطل العالمي كابتن هشام احمد.